أستاذ محمد، تخوفت من الأسوأ ببداية صحيح كلامك، هل من أي تحذيرات جديدة أتت لمستشفى الشفاء من الجانب الإسرائيلي؟ يعني تحذيرات جديدة لم تأتينا صراحة، لكن هو دائما يرسل رسائل أن يجب عليكم إخلاء منطقة غزة كلها، وتم يعني قبل قليل استهداف أمام المستشفى القدس ومستشفى الأندونيسة أيضا. ربما الاحتلال يحضر لجريمة كبرى في مستشفى الشفاء، لكن فليعلم الجميع، وهي رسالة لجميع العالم ليس للعرب ولا للمسلمين، هي للعالم، أن مجمع الشفاء الطبي هو المجمع الأكبر على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، وبه الآن حوالي 60,000 نازح و1,000 جريح. يعني أي حماقة يرتكبه الاحتلال هو بمثابة القضاء على كل قطاع غزة، ليس القاطنين في المجمع، لأن هذا المجمع هو الذي يخدم كل الوضع، يعني عصب الحياة الصحية في مجمع الشفاء الطبي. لا يمكن لأي مريض في قطاع غزة أن يتلقى الخدمة، جميع الحالات الصعبة والخطيرة تأتينا من كل مستشفيات قطاع غزة، الأمراض حتى مرضى السرطان عندما تم ضرب المستشفى التركي جميع المرضى أتوا إلينا هنا في مستشفى الشفاء، لأنهم يعلم الجميع يعلم أن هذا المستشفى هو عصب وزارة الصحة وهو عصب الحياة الصحية. فأي حماقة وأي تفكير خارج هذا الكلام، يعني لا سمح الله لو الاحتلال أطلق طلقة واحدة داخل هذا المجمع سيصاب العشرات ويقتل العشرات بطلق واحد، فما بالك لو دخل على حماقة. فهي رسالة إلى العالم جميعا، لا يجب أن يكون هذا على طاولة أي من العالم، المستشفيات محمية بكل الشرائع الدولية. نعم. وأنا أريد أن أضيف شيئا، كل المنظمات الدولية عندما تزورنا في مجمع الشفاء الطبي، يعني قبل 3 أيام زارنا مفوض الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والأونروا ومنظمة الصحة العالمية، وكلهم زارونا في المجمع وقالوا كنا نسمع أن هناك أزمة، لكن عندما شاهدنا بعيننا لا يوجد كلام نقوله الآن، لا no word، يعني ما فيش أي كلام نوصف فيه المأساة الموجودة. فالتهديدات للمستشفيات هذه يعني لم تحدث ولا في العصور الوسطى ولا حتى في الحرب العالمية الأولى ولا الثانية ولا في الهولوكوست ولا في أي شيء، هذا نحن نأخذه على محمل الجد، لكن نحذر العالم من حدوثه.